معلش ممكن تفكرونا ان احنا قبل اي فيديو نتكلم فيه على تشيلسي او توماس توخيل لازم ندي الشابو الاول، لازم ندي الشابو لتوماس توخيل وتشيلسي في اي مباراه تشيلسي حاليا بيلعبها. تشيلسي بيقدم كره من كوكب تاني خالص. تشيلسي وبايرن ميونخ لا الموضوع مختلف تماما. تشيلسي توخيل وبايرن ميونخ ناجل سمان بيقدموا افضل كره في اوروبا حاليا، افضل فرقتين في اوروبا حاليا بيقدموا كره قدم تشيلسي توخيل وبايرن ميونخ ناجل سمان. فلما تيجي تتفرج النهارده على ماتش تشيلسي قدام يوفنتوس اليجري، يوفنتوس اليجري مفترض ان نقطه قوته انه في دوري الابطال ما خسرش، بس جالي تشيلسي تعالى للبابا يعني. تعالى البطل اوروبا يعني. انت كسبتنا هناك في ايطاليا، تعالى مشوارنا معاك طويل يا باشا، بس في حاجه قبل المشوار الطويل. زي ياشو بوليسيتش عملوا وقت كويس الوقت اللي هم نزلوه ماتش ليستر سيتي لما كانوا بدلاء لكاي هافيرتز كمان موسم مونك يلعبوا النهارده سين، ما عندناش خيار فقوس يا باشا. اللي عمل ماتش كويس الماتش اللي فات والدقايق اللي خدوها في الماتش بتاع ليستر تخلينا نسمح لهم ان هم يبداوا قدام يوفي اساسيين. زي ياشو بوليسيتش اساسيين بنلعب بنعتمد على الكرات الثابته، كراتنا الثابته عندنا لعيب زي تياجو سيلفا، عندنا لعيب زي روديجر، وكمان لعيب زي تشولوبا هنستخدمه في الكرات الثابته. والكرات الثابته بالنسبه لتشيلسي توماس توخيل اهداف كتير، واخرها سبحان الله الماتش اللي فات روديجر والماتش ده تشالوبا. المباراه قدام يوفنتوس لما بتفتح بالهدف الاول خلاص براحتك انطلق. هتقول لي لا يوفنتوس كان قادر ان هو يتعادل في الكره اللي طلعها تياجو سيلفا من على خط المرمى، والله ما كانش فيه غير دي يعني، هي الكره الوحيده اللي جت لمراته هي ما كانش فيه غيرها. وبعدها تشيلسي الشوط الثاني مش هكلمك على العظمه اللي بيقدمها ريس جيمس ولا التطور بتاع المستوى الهجومي اللي بيقدمه بن شيرويل، غير ان هو دفاعي جامد جدا، ولا ان اصابه نجولو كانتي النحله ما فرقتش خالص لان روبن لوفت الشيك نزل وقتها يا باشا. هو وجورجينيو نزلوا قدامهم هوتسون اودوي برضه اللي اقول لك ان الضغوطات اتشالت عليه بمجرد ان هو بقى بيمثل المنتخب الغاني بدل تمثيل المنتخب الانجليزي، وان هو بقى بيقدم اداء مميز جدا مع تشيلسي حاليا. كل حاجه في تشيلسي بسم الله ما شاء الله مثاليه، اللهم لا حسن. الهدف الثاني اللي ريس جيمس جابه بعدها على طول الهدف الثالث، ايه ده يا جماعه، ايه يا جماعه ده يوفنتوس يا جماعه، ده اليجري يا جماعه. مش غالبنا هناك في ايطاليا، مش هناك في ايطاليا كسبنا 1-0، بطل اوروبا ينفع يتغلب 1-0 هناك في ايطاليا؟ في رابع يا باشا، رابع ايه؟ ما كفايه ثلاثه حبيبي. لا تيمو فيرنر لسه راجع من الاصابه ونزله مكان بوليسيتش، لازم الواد ينزل يسجل. فيرنر يا باشا، فيرنر يا باشا عندك اي اعتراض؟ مش زياش مكمل طول 90 دقيقة؟ كل حاجة بالنسبة لي في تشيلسي بتتقدم حاليا هي كرة قدم من كوكب تاني خالص. اللعيبة لما انسجموا، واللعيبة لما الانتصار جاب انتصار وجاب أداء كويس وجاب استقرار، تشيلسي بيقدم كرة في حتة تانية خالص، كرة متكاملة بأبعد الطرق اللي ممكن تتخيلها. دفاعية تشيلسي بيقدم أداء دفاعي عظمة، تشيلسي لما بيجيب جون بيعرف ان هو يحافظ عليه. هجوميا مع تطور هجومي لبن شيرويل وريس جيمس وكمان اثنين نص ملعب زي لوفت الشيك النهارده وجنبه جورجي، واثنين اطراف زي كالوم هوتسون اودوي وزي حكيم زياش، وقدامهم لعيب زي بولي، لا 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 يسعنا الا ان احنا ندي الشابو بس. اما اليجري فوالله هذا ما ورثه من بيرلو، وهذا ما ورثه من ساري، وهذا الميراث مشروع فاشل كان بيقوده انيلي، فلازم يتحمله انيلي لان انيلي هو المجبر على تحمل مشاكل يوفنتوس حاليا، لان يوفي حاليا بيفتقر للمنظومه الجماعيه وبيفتقر للاداء الفردي المميز. مفترض العناصر الكويسه اللي في ايطاليا بجيبها، بس مع ذلك هذول غير كافيين يذول. ولحد هنا عزيزي الفيديو بينتهي، وان عجبك ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش فمعلش قبل ما تمشي محتاجين ندي الشباب برضه وتوماس توخيل وتشيلسي وزياش معلش.